وإلى أسواق الطاقة، حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار $2.27 للبرميل، ليستقر بذلك عند مستوى $83.81 للبرميل وفقا للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية. أما عالميا فقد تراجعت أسعار النفط بنسبة طفيفة وسط تقييم تداعيات فرض روسيا حظرا على صادرات الخام للمشترين الملتزمين بسقف الأسعار الذي حدده كل من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع. هذا وقد تداول سعر مزيج برنت عند مستوى $84 للبرميل، بينما تداول سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند مستوى $79 للبرميل.